غادي نحتاجو جوج بيضات، 100 غرام ديال السكر سنيدة، غادي نحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت حامضة، خمارة ديال 8 غرام، وغنحتاجو 300 غرام ديال الفورز، وواحد قبيصة ديال الملحة. على بركة الله نبداو. غادي نضيفو البيض، سكر سنيدة 100 غرام، الزيت، غنخلطو جميع العناصر في خطرة وحدة. غادي نحكو هاديك الحامضة، صافي الكركم، نضيف واحد القبيصة ديال الملحة، غير قبيصة، نخلطو الكل، نضيفو هاديك الخمارة، صافي، ونبداو نضيفو الدقيق بشوية بشوية، صافي، ونبقاو نضيفو الدقيق بشوية بشوية. جمعت لينا شويه، غندوزو دابا نمسحو كوز دو طرافاي ونكملو الجميع ديالها فيه. غنحاولو نجمعو بهاد الطريقه، غنخوو الدقيق بحال هكا، كميه تكون معقوله ديال الدقيق، صافي، نديرو الخليط ديالنا هنا، صافي، نحاولو نجمعو بهاد الطريقة، ما نعجنوهاش غير نجمعو، ضروري نديرو الدقيق كمية تكون معقولة ديال الدقيق بحال هكا، غير بحال لا نطويوها في الدقيق بحال هكا، تقدرو تستعملو غير يديكم، أنا كنستعمل هادي على قبل يدي باش ميعمروش بالدقيق، نحاولو نديرو الدقيق هكا، صافي، ونبقاو نعجنو فيها. هلا هكا تشوفوا، صافي، نستعمل يدي دابا بحال هكا، نحاول غير نجمعوها فقط، خويا الدقيق، نجمعو فيها فقط بهذه الطريقة، هانتوما كما كتشوفو راني خويت الدقيق كامل، صافي، نبقاو مستمرين هكا، بحالا غنجمعوها، بحال هكا. كما كتشوفوا
دابا نجيبو كونفيتير ديال الفريز او مشمش، مهم كونفيتير اللي عندكم، ونحاولو نديروه هنايا. نحاول نسرح هذاك الكونفيتير بشويه بحال هكا. اي كونفيتير عندكم نحاول نسرحو مزيان. من بعد ما داك الكونفيتير غنديره على جنب، داك الباقي ديال العجينه الاخر حتى هو نطلقو بالمدلك. تشوفوا هاد العجينة راه كتجي حساسة بزاف، غير بشوية صافي. نجيب الجرارة ونحاول نقطع شرائط بهذا الشكل. الفران غادي نشعل عليهم فوق وتحت. انا عندي الفران ديال الضو على درجه 160، نهبطهم لتحت شويه عادش نديرهم الوسط وندخلهم الفران يطيبوا على درجه حراره 160.